راه دايرين اضراب وكاع اللي عندهم سميتو، ما عرفتش واش تلقاو ولا لا، حيت انا ما عنديش لي زوغ من كندا، ولكن راه عندهم اضراب. يعني حاولت فهم هاد القضيه هادي، شتي اللي كاين دابا باش تاخذ ان شاء الله جيم فليب، جيم فليب بوان كوم، هذا هو الليان داك السيت اللي كيبيع جيفت كارد. خويا بغيت نسولك اشنو اللي حسن تلينكي مع باي بال، واش بايونير ولا اي شوبين سياش؟ حيت سمعت بايونير ناقصه في الفيس ديالها. لا بايونير زايده في الفيس ديالها، زوينه كتهنيك من ليميت ديال 10000 درهم، راه ضات فيه من دابا شويه. خويا انت دابا دروب شيبر كتقول لي الايتم ماشي نفس الوصف، اخويا انت باش شتي واش قصتي بيديك؟ ما عرفتيش واش عرفتي الكاليتي ديالو؟ واسمح لي حيت شينوا ما تقدرش تثق فيهم 100% سيرتو في فوالا. نكمل على الاخ، بالنسبه شوف شينوا ما تقدرش حتى في امازون ما تقدرش تعرف الكاليتي ديال هذاك البرودوي، يعني الا قال لك راه ماشي بحال الوصف راه ما عندك ما دير، غتمشي غتهضر مع الاخر وغتبدلو الايتم، سواء تهضر مع امازون سواء تهضر مع علي اكسبريس. خويا الوصف حاولت تانسيري فيه الكيوردز ديالك، واش الوصف ديال المنتوج تعملو كوبي باست؟ لا تقدر تهزو ودير ليه شويه ديال كيما كنقولو غير تبدل فيه ويولي وصف خاص بك، حسن ما دير له كوبي كولي ويقدر يبوطيك على شي واحد اذا كان سابقك هو فيه. دير كانسل البروداكت، بغيت نخلي شي فيدباك شي اكزامبل الله يسهل عليك، انا باقي ديبيتون اخويا. اش غادي نقول لك دابا حيت اللايف ميمكنش ليا نكتب لك شي ميساج، اسمح لي ما كرهتش الصراحه الله، ونحاول نبارطاجي مع الدراري. ناس مال كبير، واش نخدم في اي باي ولا شوبيفاي؟ علاش اي باي وعلاش شوبيفاي؟ شوبيفاي واخا يكون عندك راس المال كبير نورمالمون، واخا تكون قاري الاي كوميرس ومدوز وفاهم في الدومين، ولكن ما كاينيش انك غادي تمشي تلاح في شوبيفاي. يعني شوبيفاي خصك نورمالمون تكون قاري سيو، يعني الترافيك المجاني، خصك تكون قاري الفيسبوك ادز، خصك تكون قاري الانستغرام، خصك تكون عارف منين تجيب الترافيك، حيت اهم حاجه عندك هو الترافيك، هذا هو شوبيفاي. وهنايا تقدر تخسر بزاف الفلوس. انا كنصح الناس اللي باغا تبدا في شوبيفاي كوميم واحد 10000 درهم تكون عندها، تكون دايره سترايب دير كلشي داكشي ديالها وتبدا. خويا الا بغيت نبدا بدايه صحيحه بعقلها بزيك وداكشي اللي غيحتاج كامل شخصني. شوف خويا بالنسبه للناس اللي كيخدموا كيقلبوا على التوز وداكشي، الا كنتي على الله بادي ابدا عادي يا صاحبي، ابدا بالمانيوال، المانيوال راه مزيان فهمتيني. شي كاين شحال كتضرب ديال الصف في الشهر اخويا؟ هاد السؤال ما غاديش نجاوبك عليه، وماشي شغال كاخي حيت ما يمكنش ليا انا نقول لك شي حاجه خاصه بيا كيلكو سوا. هادشي نقدر نقول لك في شي حاجه تقنيه، اما في شي حاجه ديال الفلوس ولا شي حاجه ما اسمح لي، حيت كتبقى خاصه بيا. يعني انا شحال كندخل ولا كنخرج كيبقى خاص، كنعتذر وما كن ما انا هاد السؤال هذا كيحطني في احراج مع داك الناس. خويا دي اش جيت ديال شينوا ما عمري ما خدمت بيه ما نكذبش عليك صراحه الله، ولكن علاش غير كانسل لك الاوردر؟ سي با ربما اش شي كاش باك زوين. واحد السيت ما دام كتبغيش تخرج لي هذيك الاخر، بي فيرغل هذاك زوين، هذاك ديال الكاش باك كيعطيك 10% بالنسبه لامازون، من 8 حتى 10%، ولكن ما كيخدمش كلشي، وكيعطي على حساب علي اكسبريس كيعطي 7% واقيله، المهم ما عقلتش بحال هكا. على حساب اي باي كيعطي 2% جوج اونص في المية، كاين هذا وكاين اي بيت حتى هو مزيان باس في الاخر. الواينين برودكتس، بالنسبة للناس اللي كتقلب على الواينين برودكتس، بالنسبة لي انا انسان يلاه عاد بادي، الواينين برودكتس ما خصنيش نخدمه، مش ما يخصنيش نخدمه ما نقدرش عليه. غنقولو باغ اكزومبل اصلا ما كاينش في اي باي، باش نتفقوا على هاد القضية هادي، شحال واحد كيقول لي الواينين برودكتس، انا كنقول له هاد الواينين برودكت شنو هو؟ الواينين برودكت ماشي هو 10 ديال المبيعات في النهار، الواينين برودكت هو 200 مبيعه في النهار، هذا واينين برودكت، هذا راه الحماق. ولكن بيني وبينك انت عاد مبتدئ، واش تقدر دير 200 مبيعه في النهار؟ ماشي، واش تقدر زعما تكوموندي ها كامله ودوزها كامله؟
ما تنظنش غتاكل العصا 200 ايميل من عند باي بال، 200 ايميل من عند اي باي، 200 ايميل من عند بزاف د البلايص. شوبيفاي ممكن، شوبيفاي ممكن ممكن يعني مزيان. هو اللي فيه كنقول الواين برودكت، يعني انت كتخدم فيه، كتخدم التارجيتين ديالك، اي تارجيتين كتبقى تخدمهم، والتارجيتين اللي كيبان لك مزيان كتكمل فيه، اللي بان لك عيان كتمسحو. المهم الناس ديال شوبيفاي راه يكونوا عارفين. اخويا انا نكذبش عليك، انايا كنعقل على راسي من نهار بديت بيزنس، ما بديت لا بيرسونيل لا والو، بيزنس كندخل كنخرج فلوس، بيزنس كنمشي كنهضر مع اي باي او لا باي بال على اساس انني عندي اكونت بيزنس ماشي بيرسونيل. شركة راه ماشي هي شخص بارتيكولير، راه كاين الفرق اخي هنايا، خصنا ناخدو هاد القضية اون كونسيديراسيون. يعني انايا باش داخل نخدم، داخل على انني كشخص بيزنس، هادشي اللي كناخدو بعين الاعتبار. خويا خويا عافاك بالنسبه للبايونير مع ايباي، واش باقي ليا الا عيطت ليهم يلينكيو؟ بيان سور، ولكن ماشي كلينكيوش ايباي مع سميتو مع بايونير، كنلينكيو باي بال مع بايونير، ما كنلينكيوش لا كارت بانكير ديال بايونير، كنلينكيو الكونت بانكير ديال بايونير. بحال دابا انا مثلا لينكي بنك اوف امريكا، يعني تقدر تلينكي، هذا ما كاينش مشكل. المشكل هو انه من باي بال ما كتبغيش يتلينكا، خصك تعيط عليهم في التليفون وتشرح ليهم. انا راه كنت دير واحد اللايف قبل من هذا، راه فلاشين ديالي في اليوتيوب، انا حط تنحط هاد الاخر، راه كاين، راه حطيتها حتى في الوصف، راح حطيتها في ستاشي الفوق، غتدخل غتلقى كيفاش درت لينكيت مع بايونير، التجارب ديالي والتجارب ديال الاصدقاء، وبزاف ديال المعلومات الفيس، وبزاف ديال الحوايج. واخا بالنسبه للناس اللي كتسول على الواين بروداكت، بالنسبه لي انا شي واحد يلا عاد بادي، الواين بروداكت شكون هو؟ هو هذاك البروداكت اللي كتبيع منه 10 في السيمانه ولا 10 في الشهر، هذاك واين بروداكت راه خدام لك، هذاك برودوي زوين، هذاك خليه يخدم، خليه راك يجيب لك 10 دابا يجيب لك من بعد، هو غادي وكيترانكا، غادي والمبيعات ديالو كيترانكا، وعلى الوقت يولي خدام لك مزيان، فهمتيني؟ اصلا صراحة الله ما تقدرش تنافس بزاف ديال سيرتو هذوك الوسيلة في امازون، ما تقدرش تنافسهم، كيكونوا كيشريو من ماشي من امازون، كيشريو مثلا بكونتيتي كبيرة وكيعاودو يبيعو في ايباي، ما تقدرش تنافسهم. سيرتو في امريكا عندهم الفيس ديال باي بال رخيص، والشينوا راك عارف كيدخل، الا دخلت على شي حاجة شي واحد شينوي يدخل على شي ايتم كيهرسو، يعني قاع هذوك اللي خدامين معاه، كخدامين اللي خدامين هذاك الايتم وسبقوه، صافي ما كيلقاو ما ياكلو معاه، ما يقشرو معاه، كيدخل كتلقاه في علي اكسبريس ديال 1.5، وكتمشي 1 دولار ونص، وكتمشي لايباي كتلقاه 1 دولار ونص، صافي هذاك الايتم صافي مبقاش خدام، تبقى تبيع فيه شي حاجة وصافي القشرو. اخويا واش داك تاني نقول لهم امازون من الاخر؟ اخويا صراحة الله شحال من واحد سولتو كان هضر معايا، وقلت له شنو قلت لهم على هذا السؤال هذا، قال لي انا قلت لهم امازون وقبلوا ليا. تقدر اخويا باش ايفيت هذا المشكل، قول لهم انا كنجيب من بلاصه في الفلانيه، قلب على شي شركه في امريكا وقول لهم انا كنجيب منها، غير شي سيت عادي ماشي شي شركه كوربوريشن. او ما يتوز باش خدام اخويا صراحة الله خدام بزيك اناليتيك، كنخدم بيها مره مره. سولتوني على بالنسبه للناس اللي كتسوي على لي تولز، كنخدم صراحه بلي زيكستونسيون زوينين، لي زيكستونسيون كاينين تما مهمين وكاينين تولز. مثلا انا كنخدم صراحه بزيك اناليتيك، وبالنسبه لي ستيم مره مره كنشوف كندير بشوب ماستر، كاين تا ديك يابالي راه ديجا هضرت عليهم. دير اللي كيسولوا على السيت ديال كاش باك، دخلوا البروفايل ديالي غتلقاه، راه حطيت واحد الاخر، دخلوا البروفايل ديالي غتلقاو واحد السيت ديال كاش باك، غتلقاه غتلقاه كاين. خويا واش نقدر ناكتيفي باي بال بكريديت كارد؟ كريدي دو ماروك. الا كانت انترناسيونال تقدر تاكتيفي بها، ما كاينش مشكل، خصك تاكتيفي الدوتاسيون. الناس اللي كتسول على السيت ديال كاش باك كيدخلوا على البروفايل ديالي غتلقاه. تحل لا بنك اوف امريكا، بنك اوف امريكا راه على حسب بايونير كيفاش حالينو، اما باش تقولي نحلو ككونت ريال راه ما تقدرش، حيت هادوك الناس كيطلبوك تكون نتايا في الحضور ديالك، يعني تكون انت حاضر باش تحل الكونت ديالك.
خويا الا بغيت لينكي كات بايونير ماشي كونت، واش خاص يكون فيها فلوس؟ من الاحسن لينكي الكونت بانكير ديالك، من الاحسن. سلام، عندي واحد المشكل، انا يلا بغيت نبدا الدروب شيبين، ولكن وقت ما كنفكر في شي منتوج كنقول صافي هذا حتى واحد ما غيكون دايرو، حتى كنمشي كنلقى الناس دايرينو. صراحة الله كاينه منافسه كبيره في ايباي، ايباي المنافسه ديالو قاصحه. شوبيفاي ايه راه كنخدمو شوبيفاي مزيان، اما باش نقول لي بالنسبه لايباي، ايباي ديما غتبقى تلقى المنافسه صراحه الله قليل. الا لقيتي شي برودوي تحطو جديد وزوين، هذاك البرودوي يقدر ما تلقاش فيه المنافسه، يقدر ماشي ما يقدر ما تلقاش فيه منافسة، حيت راه الدروب شيبين الناس راه العالم كيدير الدروب شيبين. المغاربة راه مجرد نقطة في الدروب شيبين في العالم، يعني راه ماشي في البحر، يعني ما نقدروش سميتو. واخا الدري اللي سولني كيفاش الكاش باك، الا ممكن نشرح لحظتك. الكاش باك اخويا هو فاش كتشري واحد الايتم من امازون، او لا كتشري واحد الايتم من علي اكسبريس، او لا من ايباي، او لا اي موقع اخر كيدعم الكاش باك. شنو هو؟ هو كيرجعوك واحد البورسونتاج من فلوسك، هادشي اللي كاين. يعني كتخلص مثلا واحد الايتم مثلا ب10 دولار، وانت عندك 20% ديال الكاش باك كيردوك دولار باغ اكزومبل. خويا انا يلاه بغيت نبدا اي كوميرس، باش تنصحني خويا؟ باش ننصحك، ننصحك اخويا تفرج الدورات اللي في اليوتيوب، وتقرا على الدومين، وتعلم اللونجلي، واي حاجه تلفسي فيها سير جوجل واليوتيوب، قلب بالانجلي حيت الانجلي هي لغة العصر اخي، وفيها المعلومات كتار. اما باش تقول لي قلب باللغه العربيه، مقتصره قاصره اللغه دي، يعني الناس ما حاطينش سيرتو العرب ومغاربه بخصوص كيحتاقوا المعلومه، ما كيطلقوش المعلومه، هذا هو المشكل. ما عرفتش كتقول لي رفع الصوت ديالك، انا والله ما عرفت اخوتي علاش المشكل ديال الصوت، والله ما عرفت مناش، ما عرفتش انا كنهضر، ما كانش شي مره ندير لكم بالميكرو هو باش ندير. دابا اصبروا عليا وصافي. راه هضرت على الفيرو، كيفاش نعرف الفيرو من غير الليست الرسميه ديال موقع ايباي؟ راني قلت لك اذا كنتي كتهز من امازون راه غتعرف الفيرو، غتبقى تهز غير السميه ديال ستور اللي حاط ديك البرودوي في امازون، وغتمشي تقلب في هذا السيت هذا جوستيا كوبي رايت، غتكتبها بحال هكا، او لا جوستيا باتونت، غتمشي غتكتبها في جوجل، وغتعطيك تعطيك كل شيء. هاد الاخر تعطيك مثلا هاد الشركه امتى تصاوبات، مثلا فاش كتدخل ضروري غتلقاها شركه امريكيه، ولكن غتمشي غتشوف هذيك الشركه الامريكيه واش المؤسس ديالها شكون. اذا كان شينوي، او لا بانت لك شي سميه شينويه ولا شي حاجه بحال هكا، هذيك خدمه، فهمتيني؟ ما كاينش مشكل. الا طلعت لك باتونت سير بعد منه، سير بعد منه على بحالاتك، ماشي عاد تمشي لشي برودوي ديال اش كيقولوا، برودوي مثلا شي برودوي ديال تريد مارك معروفه مثلا ايفون، وتقولي نبيعو. انت حماق، انت ما يمكنش اخويا تبيع ايفون ولا سامسونج ولا اتسيتيرا. خاي الا خسرت واحد 10 دولار نشري بروداكت باش نطلع فيدباك، ممكن غتمشي غير المزايده الاوكشن، وغتمشي غدير المزايد وتقدر تطلع الفيدباك ديالك، غتقول لي عطيني فيدباك، يعطيك هو فيدباك غوتو، وانتوما خدامين بجوج صافي، وتطلع الفيدباك ديالك. كيفاش نتعاملوا مع الزيتون؟ الزيتون اخويا على حساب، والله نجينا ونجيكم منه كيكون قاصح شويه، سيرتو الا كان الايتم فيه العصا، حيت بعض المرات كطيح في شي ايتم كتهزو مثلا مع علي اكسبريس، نتا دروب شيبر ما عارفش هذاك البائع، واخا تلقى كونفيونس كدا، ولكن ما عارفش داكشي اللي كاتب ربما يكون شي خطا منه، وربما ايتم ماشي الديسكريبشن ديالو 100%، يعني كتقدر تطيح في المشكل. الا طحتي في شي ايتم فيه بزاف ديال كما كنقولوا بزاف ديال الروتون، مثلا جاتك فيه الروتون الاولى والثانيه، حيدو امسحو، واخا تكون بيع فيه 100 غير امسحو، حيت هذاك غادي يزيد، غادي يطيح لك الكونت. كنعرف واحد الصديق ديالي كان خدام مزيان كلشي، هو هذاك طاح في واحد الايتم كان باغي كيبيعو مزيان باغي خير، لو بروبليم بداو تيجيو هذا على هذاك الايتم صافي. دابا طاح ليه الكونت، الكونت كان مثلا كاين فيه 3 ديال الانواع، الكونت مثلا كونت اي بي كاين 3 ديال الدرجات، كاينه بيست سيلر هي احسن حاجه، كاين هذا البيست سيلر، كاين اللي كان اللي سميتو اللي فيه الناس فاش كيبداو كيعطيوهم
بيلو ستاندارد اباف ستاندارد يعني فوق المتوسط. اما بيلو ستاندارد هو هذاك الكونت اللي كيكون فيه العصا بزاف، يعني كيكون فيه روتون كيدير الكانسل بزاف، كيدير بزاف ديال الحوايج ماشي تال تما، ديما الكانسل ديما الروتون، هذاك ما عمره ما غيطفرو. و تا سميتو تا في اي باي ما كيبقاوش يطلعوا المنتوجات ديالو للناس، يعني كيبقى يهبط في الاخر في الرايتين ديالو، يعني كيبقى يهبط كيطيح يعني في الترتيب، ما كيبقاش يبان من الوالا. ده هو المشكل ديال هذا الاخر. يعني حاول انك ما امكن جاك شي ايتم جاتك فيه شي روتون، حاول تخرجها ما امكن بما بلا ما تدخل اي باي معك. يعني اي باي ما خصهاش تدخل، الا دخلت اي باي تقدر ابقى هنا ما تخلي لا اي باي لا باي باي تدخله، دير شرع يدك كما كيقولوا خدم عادي. المهم بالنسبة صافي نشوفوا اسئلة اخرى. مروان المحمدي ما عرفتش مزيان بعد هذه القضية، ما عرفتش اخويا والله ما عرفتش على السؤال شنو هو، حيت انا جاوبت على بزاف الاسئلة ما عقلتش. خويا واحد طلبة بليز، الوالد ما كيامنش بخدمة في انترنت. هذه كاملين كنعرفوها. بليز هو كيسمعك قول لي شحال تقريبا كيدخل الدروب شيب في ماروك. او اسمح لي اخي انكذبش عليك، خصك تعرف واحد القضية، انايا ما كنبغيش نصرح بداكشي اللي عندي، ماشي حيت انا وقعوا لي مشاكل من بعد ما بغيتش نصلح، ما كنبغيش نقول اثمنه لا شحال جايب وشحال رابح وشحال خاسر، هذاك الشيء كيبقى خاص بيا. ولكن غنقول لك الدروب شيبر مثلا اف اي باي راه نورمالمون كتكون خدام مده، راه خصك نورمالمون راه متوسط شي واحد يلاه بادي وكذا راه يقدر يجيب حتى 100 دولار في النهار ربح، يعني ربح ديالو فهمتيني، يعني هذا راه مزيان وعلى حساب البيع، راه البيع والشراء هذا راه ماشي كنقولوا اللعب. بالنسبه للناس اللي كيديروا شوبيفاي راه تقدر تبيع وشراء، راه تقدر توصل لزباله فلوس فهمتيني، يعني راه سيب راه مقدرش نحدد ليك، لكن راه الناس راه سبقونا وقايلين قايلين شحال. المهم شوف غير باش يعرف الاب ديالك، باش نقول له واحد القضيه، انا البارح كنت درت ميتينغ مع الدراري، راه صراحه الله كنشوف ناس عندهم 50 عام وجايين وكيبقى يناقش معاك في هاد المواضيع ديال الاي كوميرس، حيت هذا راه الاي كوميرس كوميرس الكترونيك. سمحوا لي اخوتي على الكونيكسيون شويه معطله شويه، مع مشكل مناش كونيكسيون في المغرب اشاعه. نكمل بالنسبه للاي كوميرس، الناس اللي كتسول على الاي كوميرس خص عارف الوالد ديك بلي راه حنا راه عصر السرعه دابا، راه دخلت الانترنت راه مابقاش داك البيع ديال في الزنقه وكذا، راه دابا ولا البيع باغ انترنت، يعني الناس راه ولات خدامه في الانترنت. سمح لي غنطفي على واحد النمره، سمحوا لي اخوتي كانت واحد لابيل طفيت عليها. فوالا يعني خصنا نكونو كنامنو بالاخر. وانت اصلا نقولك واحد القضيه اخي، نعطيها لك بيني وبينك، انت باقي جون يعني ما عرفتش شنو لاج ديالك، انت باقي جون، حاول جرب ما امكن. جربتي واحد الحاجه ونجحتي فيها راك نجحتي، راه وليتي انسان ناجح. جربتي واحد الحاجه وفشلتي باقي جديد، باقي كما كنقولوا جون، باقي فتي مازال دومينات كتار قدامك فهمتيني. يعني الانسان ما انت بحال دابا عندك ما عندكش عندك الحق في الفشل كما كيقولوا، فشلتي وفشلتي وفشلتي وكتطلع من بعد، هادشي اللي كاين. ونتمنى الاب ديالك يتفهم الوضع وسميتو ويخليك تخدم، يعني يعطيك واحد الفرصه للعمل، ولكن اكونديسيون يعني تكون انت انسان. قلت لك اكونديسيون، سمحوا لي انا اللايف كتقطع ما عرفتش علاش، قلت لك اكونديسيون ما تخليش على شي حاجه سميتها قرايتك، حيت بويس كنت عندك القرايه، القرايه تخليك تنوض عقل ديالك. انا ما كنقولش لك القرايه غتخدمك في المغرب او لا غادي لك شي حاجه، ولكن كوميم راه عندك واحد الدبلوم كما كنقولوا بلون سي ماشي حتى بلون بي. بلون ا هو العمل باغ انترنيت، بلون بي هو العمل في الواقع يعني بحال التجاره وكذا، بلون سي هو كتعتمد على القرايه ديالك باش تجيب واحد المدخول بسيط، كتبقى ديما بسيط انسان بسيط. مزيانه القضيه ديال تشري الفيدباك، عاوني ربي نورك خويا، غادي تمشي غادي تشوف الناس كيبيعوا تصاور، غتشري تصويره بحال هكا، اولا تمشي تشوف الناس كيبيعوا مثلا شي ايتم غير مزيدة تقدر تزايد عليه وتشريه فهمتيني، يعني كتشري فيدباك. ولكن اللي كنحدد منه الاصدقاء اللي كيتفرجوا في هذا اللايف هو انك ما تبيعش تصاور، ما تبيعش شي حاجه اللي ما عندهاش تراكن نمبر، يعني انت غير مخول لك انك تبيعهم، تقدر يجي شي واحد يفتح لك كيس ولا شي حاجه تولي في المشاكل مع اي باي وباي بال، وهادشي انا ما تنصحش به.